الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والمال أجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم حاجة على أن أيدينا وذاقوا دعوة آدي آد مهمة قف والبؤوبة هي هي أن دارينو أفر كلمة كلية ككوبا أو كجر تبدبادة الدنيا إي آخر حديث صحيح مسلم واي رسولك حبيبي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما دارتها ما هي وأفر كلمة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كلمة كلمة وكل إسلام حقوق بحيث اللهم إني أسألك الهدى إلهي وحوي دي سنة إسان هنون ينوكو هنوية الدنيا ذال وضد الصحة كوكو هنونية آخران ما كاربتين دين عدين تي وضد الصحة كوكو هنونية الدنيا عمل كاستا سميني سو وضد الصحة كوكو آخران عقيدة ذال إنو كوكو ناجية عقيدة في عنو كسي آخركو بدبادي حضر وناكسين إله كوكو أرزاقو عمل وناكسين إله كوكو هنوني اللهم إني أسألك الهدى والتقى إله وحوي دين سيد تقى تقى محاوي وعبسي وما اسم الجامع لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ومغع أروسا أو إيه وحكست الله وأمرنا سميسيد وحكست الله كهربين إنا كريبتو ناتيد تقى وحاكى الله بها إذا إنو إلهي قد أحدق أدق إنار تحت هذا إنو دي حجاب قد أحدق عفافة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة إنو إلهي قد دوره شرفت هذا دوره الدنيا كا دوره وحي على حنحنك زنا ذكاء دور حول حرام ككاء دور والغنى تقدم بيسا وغنى غنى النفس إنه إله نفسيا وغني كاديق بدلا بقولاكم هايست لكن فقيرة غني النفس إنه كاديق كو إنه ضدك أنا كاديق سيو لبو إنه الله سبحانه وتعالى الدنيا خير وارزاقه والغنى. شيخ إمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول دعاء ومن أنفع وأجمع الأدعية دعاء ودعاء أقول نفع بدن أقول الجامع صن أي كمتها أي كمتها وحو يرقفك دعاء الله طب يسترنه وحو هل خير الدنيا والآخرة الدنيا سعادك الآخرة خيرك هل لأن وحو يمركو إلى هدى كسي هدى محاوى معنى هذا وعلم نافع الدنيا رقفك دعاء لمهن إلى علم سيانه وحو وصحبه يقانا هدى تقى مركا ديه سيدنا وعليه هذا حاوى عمل صالح إنو إلهي قصية عفافة إنو كل دورة وحكستوحون كا دورة غنى وحكستوحون إنو إلهي كا غني السيو نفترض إنو إلهي غني كدغو هدب الدعاء ذان سام أقابل وأفرت كلمة كوابل إيه كدافن اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى مركستوك الدعويسو والدنيا إيه وكل يباني ساي سجود كود دعويسو بعد صلاة كود دعويسو ولا لها كلام أسي قد بلسي شير كري سأجرك كويشد بارك الله فيكم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.